الف مبروك انت كده خلصت اول مرحله من كورس الانيميشن المعماري دلوقتي انت معاك كل المعلومات في ثلاث اجزاء من عمليه الانيميشن جزء البيزنس وهي اداره الاعمال جزء التقنيات التكنيكال وجزء السينيماتكس في الاخراج السينمائي في جزء البيزنس عرفنا ازاي نتواصل مع العملاء وازاي نعمل الاتفاقات وبرضو ازاي نعمل جدول عمل متخطط ونعمل ستوري بورد عشان نمشي عليها وتبقى مرجع لينا وللعميل في الجزء التقني عرفنا شوية اساسيات و وتريكس في الماكس والافتر ايفكتس واللي هتخلي شغلنا يمشي بطريقة اسرع واسهل اما في الجزء السينمائي انت دلوقتي معاك احسن حركات الكاميرات اللي بيستخدموها المخرجين المحترفين على قد ما المرحله دي تبان سهله وبسيطه بس في الحقيقه هي اهم مرحله من كل المراحل يعني مثلا لو احنا ما عملناش اتفاق كويس من حيث ان انت تبقى راضي ماديا ويكون مناسب في الوقت وقت التسليم في الاغلب الامور هتمشي بطريقه مش ظريفه بس من الناحيه الثانيه لو استخدمنا الاتفاق بطريقه زي ما اتعلمنا في الكورس ده وان كل حاجه عندك تبقى مكتوبه وتقدر تبهر العميل بالتقنيات اللي في ايدك الامور هتمشي بشكل ممتاز حتى لو اضطريت انك تعمل اوت سورس وتخلي حد يساعدك في الشغل الصعب زي الريندرينج او البوست برودكشن برضه هيبقى الشغل ماشي حلو وهتكسب كويس